بنت اللي ما عندها اخ على من تستند؟ طبعا بعد رب العالمين على نفسها. واني بالنسبة لي اني استند على ربي، ومن بعد اكيد امي. امك هي سندك في الحياة، سندي الوحيد، هي سندي وياك في الوحيد كل اللي خطوة كل خطوة من ولادتي لحد ان شاء الله اخر لحظة بعمري هي تكون موجودة. اكيد. شو تحبي لي تقولي لها بهذه الام العظيمه اللي تعبت عليك، اللي وصلتك، اللي سوتك اليوم مينا، اللي سوتك اليوم ريم؟ اكيد كل هذا الفضل يرجع للام والاب. اكيد انا بابا من اشكر امي شوي افشف. يعني اقولها الله يحفظك، انه انت عانيتي هواي حتى توصلين اكبر مرحله ممكنه. اتمنى ان شاء الله انه انا اكون قدمت لك ولو شيء قليل اعينك بيه بالحياه، واكون فخر لك، وان شاء الله بعد الجاي احلى احلى راح تكون حياتي. بين ان شاء الله البنت تكون سند ايضا لامها، اكيد، والام تكون سند لبنتها، والله يحفظك خاله، وان شاء الله تشوفيها نجمه النجمات ان شاء الله. ان شاء الله. فخوره باللي انت قدمتي، الحمد سعيده لله. اي الحمد لله، يعني قلت لك رب العالمين ما يقصر. اني بحياتي البعيده عن الفن اني فخوره باللي سويته لنفسي، وبالفن بعد مسلسل بنات صالح ايضا فخوره. زين.